بعد ساعات من استيلاء مجموعة من الضباط على السلطة في الجابون، قال رئيس البلاد علي بونغو إنه محتجز ولا يعلم السبب وراء احتجازه، داعيا من أسماهم أصدقائه في العالم إلى إحداث ضجة ضد من يحتجزونه. أنا علي بونغو رئيس الجابون، وأنا هنا محتجز لسبب لا أعرفه ولا أعرف إلى أين ستمضي الأمور. ولدي محتجز في مكان ما وزوجتي كذلك. أدعو الأصدقاء في العالم إلى إحداث ضجة ضد من يحتجزونني. وكان الانقلابيون في الجابون أعلنوا أن الرئيس علي بونغو أونديمبا وضع قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى. وكان مجموعة من الضباط أعلنوا الاستيلاء على السلطة وألغوا نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس بونغو بولاية ثالثة، كما أغلقوا حدود البلاد وعطلوا العمل بالمؤسسات. هذا واحتفل المئات في وسط ليبريفيل عاصمة الجابون بعد الإعلان عن الانقلاب. أعلنت روسيا أنها تتابع الوضع في الجابون بقلق شديد، وقال المتحدث أو الناطق باسم الكرملين إن موسكو تراقب ما يحصل عن كثب. هذا وحمل مئات من أفراد الجيش الجنرال بريس أوليغي نوغويما قائد الحرس الرئاسي للرئيس المخلوع علي بونغو، وهتف الجنود محتفلين بما وصفوه بالنصر باستيلائهم على السلطة. أرحب من القاهرة بالخبير في العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السيد أحمد. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك معنا. سيد أحمد، برأيك ما الذي حدث تحديدا في الجابون ولماذا التحرك والدلالات التوقيت الآن فيما يتعلق بهذا الانقلاب؟ في الواقع أن ما يحدث في الجابون ربما مشهد جديد من مسلسل عدوى الانقلابات في منطقة الساحل و غرب افريقيا، يعني في ظل بيئه داخليه يعني تتشابه كثيرا مع البيئه التي جرت في النيجر وقبلها في ماري وبوركينا فاسو، وهذا سابع انقلاب حقيقه في خلال عامين في هذه المنطقه. الامر الثاني ايضا الموقف الدولي وتباين المصالح والتناقض بين القوى الكبرى الفاعله والمؤثره في المشهد الافريقي في منطقه الساحل والصحراء، خاصه فرنسا بمستعمراتها القديمه ونفوذها القديم والمستمر، وبروسيا التي تزاحم فرنسا، وبدخول امريكا على الخط كمحاوله لاستعاده نفوذها في المنطقه. كل هذه التناقضات بين القوى الكبرى ربما شكلت بيئه، ربما عامل تشجيع للمؤسسه العسكريه في الجابون للاستيلاء على السلطه ويعني واحتجاز الرئيس علي بونغو، خاصه انها جاءت بعد يعني ربما جدل حول الانتخابات الداخليه، ودي الفتره الثالثه للرئيس بونغو. ويعني منذ يوم السبت منذ اجراء الانتخابات هناك حظر التجول وانقطاع الانترنت، وبالتالي يعني استغل هؤلاء الضباط الوضع الداخلي والانتخابات، وقاموا بعد اعلان النتيجه مباشره بالعزل الرئيس. نعم. هل تعتقد بان هذا التحرك داخلي فقط للانقلابيين فيما يتعلق باجراء والتحرك في هذا التوقيت، ام انه لربما هناك دعم خارجي من الممكن ان يكون قد تلقوه او اشارات خارجيه في امكانيه احداث مثل هذا الانقلاب في هذا التوقيت؟ في الواقع طبعا لا يعني ليس هناك صلة مباشرة بين يعني دعم خارجي مباشر، لكن على الأقل لا يمكن فصل الموقف الدولي عما يجري في الجابون. هناك تنافس الآن بين روسيا وفرنسا، هناك نفوذ، يعني هؤلاء لم يكونوا يقولوا هذه الخطوة الجريئة أو يتشجعوا على هذه الخطوة لولا أنهم رأوا أن في تجربة النيجر أن الموقف الدولي لم يكن بنفس القوة أو الحزم، أو هناك تناقضات دولية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. أيضا على الجبهة الداخلية هناك انقسام، وبالتالي وسط هذه الأجواء أيضا الجانب الإفريقي سواء إكواس بالنسبة للنيجر أو الاتحاد الإفريقي بالنسبة للجابون، يعني الخطوات المتوقعة هي يعني التجميد العضوية لكن دون خطوات أكثر من ذلك، ربما فرض بعض العقوبات، وبالتالي المضي قدما في تمرير هذا الانقلاب، وبالتالي لن تكون التكلفة عالية. أما إذا كان انقلاب النيجر يوجه فيه خطوات ربما
اكثر ربما اكثر رضعا من المجتمع الدولي او من الداخل، ربما كان هذا بشكل عام الرضع، لكن انا في اعتقادي ان افريقيا الان ودول الساحل تدفع ثمن كبيرا للعبه المصالح الدوليه، لعبه التناقضات بين القوى الكبرى. هذه الدول يعني هي في النهايه تتخذ الديمقراطيه كشعار، لكن هناك مصالح حقيقيه، مصالح اقتصاديه، مصالح استراتيجيه. واعتقد ان الضباط في الجابون فهموا ويعني فهموا هذا الدرس وفهموا هذه التطورات والمتغيرات في هذه المنطقه، وبالتالي قاموا بهذا الانقلاب طبعا تضرعا بالعمليه الانتخابيه انها تفتقد المصداقيه. نعم. انا في اعتقادي مع مرور الوقت هناك تعقيدات، المجتمع الدولي الان ردود الافعال كلها تدور في اطار العوده الى هذه ليست المحاوله الانقلابيه الاولى. في عام 2019 كانت هناك محاوله انقلابيه فاشله، وربما اصابع الاتهام تتجه الى ابناء علي بونغو فيما يتعلق بالفساد واختلاس الاموال العامه. برايك وجود هذه التحركات العسكريه او القيادات العسكرية إن صح التعبير في منطقة الساحل الأفريقي وسيطرتها على الأوضاع سواء في النيجر أو الجابون وغيرها من المناطق التي شهدت الانقلابات، مالي، بوركينا فاسو وغيرها، إلى أي مدى ستؤثر فعليا على إحداث خريطة جديدة فيما يتعلق بالتعاملات الدولية؟ وهل ستستطيع فعليا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية؟ أنا في اعتقادي أن نحن بالفعل أمام خريطة جديدة في منطقة الساحل والصحراء، منطقة غرب أفريقيا، مع كل هذه التغيرات والاستيلاء على السلطة من قبل الجانب العسكري في كل هذه الدول في 7 انقلابات في عامين فقط. أنا أعتقد أن هناك أوضاع اقتصادية متدهورة، هناك ضعف الدولة الوطنية، هناك تهديد الإرهاب والجماعات الإرهابية، هناك لعبة المصالح بين القوى الكبرى. كل هذه المتغيرات حقيقة شكلت جرس إنذار، لأن اتضح من هذه الانقلابات أن هناك هشاشة داخلية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أن هناك تناقضات كبيرة بين القوى الكبرى. فرنسا تحاول الاستمرار بنفوذها في هذه المنطقة، روسيا تدخل على الخط بنفوذ جديد، هناك صراع بين الصين وأمريكا أيضا حول مناطق النفوذ في أفريقيا. لكن أنا في اعتقادي أن هذه ربما لن تكون المحاولة الأخيرة أو الانقلاب الأخير في ظل نظرية العدوى، في ظل تشابه البيئة في كثير من الدول. هناك بنين، هناك أفريقيا، يعني هناك دول أخرى في أيضا ربما مرشحة، لأن ردود الأفعال ونمط التعامل مع هذه التغيرات سواء التعامل الإقليمي من قبل الاتحاد الأفريقي أو التعامل الدولي بالطبع ربما يشجع وربما لم يكن حاسبا. واعتقد ان هذه الرساله ان افريقيا الان تواجه تحديات، هناك تداعيات خطيره تترتب على هذه الخريطه فيما يتعلق بعدم الاستقرار الامني في المنطقه وتزايد خطر الارهاب. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركه، الخبير في العلاقات الدوليه في مركز الاهرام للدراسات احمد سيد. احمد كنت معنا من القاهره. من لندن نرحب مباشرة بالصحفي والمحلل السياسي محمد المدحجي، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد محمد، إلى أي مدى هذا الانقلاب الآن يعمق الأزمة ويعمق الموقف الأوروبي باتجاه الأسوأ فيما يتعلق بمنطقة الساحل الأفريقي؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. ما يحصل في الجابون هو سلسلة من الانقلابات، هذا هو الانقلاب الثامن، وجميع هذه الانقلابات قادها ضباط دربهم الجيش الأمريكي. ونرى أن الولايات المتحدة الآن تقف ضد مصالح أوروبا وتحديدا هنا فرنسا، وفي الجابون بشكل واضح ضد الصين، لأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للجابون منذ أكثر من 9 سنوات على التوالي. فما نشهده في أفريقيا هو في الواقع تقلص حوزات نفوذ الدول الأوروبية، وهنا تحديدا فرنسا وألمانيا وشريكهما الرئيسي في العالم أي الصين. فيمكن نفسر أن هذا الانقلاب هو ما يحصل من صراع ما بين الولايات المتحدة والصين من جهة، ومن جهة أخرى المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. طيب الآن إلى أي مدى إذا أردنا الحديث عن الدور الفرنسي ولربما ردة الفعل الفرنسية على هذه الانقلابات، المصالح في النيجر، مصالح فرنسا هددت بشكل واضح وتم لربما الاستخلاص أو الخلاص من الفرنسيين في النيجر، والآن تنظر إلى الجابون
ردة الفعل التي تتجه باتجاه العسكرة وباتجاه أيضا لربما عمليات خاصة بشكل أكبر من قبل فرنسا، هل تتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي في الانفتاح وفي عملية ردود الفعل الأوروبية الأخرى أيضا على هذه الانقلابات؟ الحقيقة الانقلاب في النيجر أثبت أن فرنسا عاجزة عن التحرك العسكري في ظل رفض الولايات المتحدة لوصف ما يحصل في النيجر بالانقلاب، والولايات المتحدة تدعم الانقلابيين في النيجر بشكل واضح وعلني وتتفاوض معهم، والآن روسيا تساعد الانقلابيين في النيجر من خلال إرسال سفنها الحربية إلى شواطئ الجزائر لمنع أي تدخل محتمل عسكري فرنسي في النيجر، وكذلك تواجد القوات الروسية أيضا هناك على الأرض، قوات فاغنر التي انتشرت على حدود النيجر في مالي وبوركينا فاسو، وكذلك الدعم الأمريكي الواضح هذه الانقلابات. في النهاية لا أفق أو لا حظوظ لفرنسا أن تقوم بعمل عسكري، ورأينا أن دول الغرب اتحادية غرب أفريقيا حاولت عدة مرات وهددت وصرحت، لكن الموقف حتى داخل هذه الدول الموالية لفرنسا لم تكن واضحة، وهناك انقسام واضح بين الدول الإقليمية في تلك المنطقة، وإن لم يكن موطأ إقليمي لفرنسا لا يمكنها أن تتدخل عسكريا لا في النيجر ولا في غابون. نعم، أشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا في عملية دعم لربما هذه التحركات وهذه الانقلابات، ولكن التوقيت فيما يتعلق بتوقيت إحداث هذا الانقلاب وإعلانه بشكل واضح، وأين تقع روسيا من ضمن كل هذه التحركات تحديدا في الغابون، ولربما فتح مناطق صراع جديدة الآن تشهدها منطقة الساحل الأفريقي؟ كما أشارت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة أن الانقلاب لن يتوقف في النيجر، وستستمر عملية الانقلابات في وسط أفريقيا وغرب أفريقيا، والآن نرى حصل في الغابون، وكذلك أكدت أن جريدة نيويورك تايمز أن روسيا تنتفع من هذه الانقلابات، وبشكل واضح نرى أن كل من انقلب في هذه الدول الأفريقية ذهب إلى موسكو وبايع بوتين، وروسيا لم تخفي دعمها الواضح للانقلاب في النيجر، لديها علاقات وطيدة مع الانقلابيين في بوركينا فاسو ومالي وكذلك في دول أخرى في المنطقة، كل هذا يدفع باتجاه نوع من تلاقي المصالح ما بين روسيا والولايات المتحدة في تلك المنطقة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على خط أنابيب غاز يسمى بالعابر للصحراء، عبر الصحراء الكبرى الأفريقية، والذي سيزود أوروبا بأكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز من غرب أفريقيا، وهذا لا ترغب به لا روسيا ولا الولايات المتحدة، لأن أوروبا هي سوق تقليدية للغاز الروسي، والآن الولايات المتحدة وغازها المسال أصبح المسيطر على جزء من أسواق أوروبا، فأي خطوط أنابيب غاز تمتد باتجاه أوروبا ستضرب أسواق الولايات المتحدة وبنفس الوقت ستضرب أسواق روسيا، فمن هنا يمكن نتفهم لماذا هناك توافق في وجهات النظر بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بهذه الانقلابات. هل هذا يعني أوروبا استغناء أمريكي سيد محمد، استغناء أمريكي عن الاتحاد الأوروبي وعن الدول الأوروبية؟ يعني الصراع الآن، الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بات باينا وواضحا على لسان ماكرون وأولاف شولتز، الذين اتهما الولايات المتحدة بشن حرب تجارية على الاتحاد الأوروبي، فالحرب التجارية لم تعد خفية على ضفتي أو على شواطئ على ضفتي المحيط الأطلسي، كان هناك تعاون عبر المحيط الأطلسي ومنه حلف النيتو، الآن نرى أن الولايات المتحدة تقفز على هذا التحالف وتحاول أن تسجل جزء من الأسواق الأوروبية لصالح اقتصادها، فهذا الصراع سيستمر. نعم هناك تفكك في هذا التحالف الغربي، والتفكك حتى هنا نراه في بريطانيا من خلال البريكسيت. البريكسيت هي عملية اقتصادية في البداية، فك الارتباط الاقتصادي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذهاب بريطانيا بالتجارة
اتجاه الولايات المتحدة اقتصاديا. فكل هذه الأمور يمكن أن توضح وتفسر المشهد لماذا هذه الانقلابات تحصل كدومينو وتسارع بشكل كبير ومحضر لها. والجانب الآخر أي الأوروبيون والصينيون عاجزون عن رد فعل مؤثر غبال خسارة مصالحهم الكبيرة في أفريقيا. في هذه النظرة تحديدا ألا يمكن الاتحاد الأوروبي أن ينظر لربما إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة التي لربما حققها الانقلاب العسكري في الجابون بعد إعلان النتائج الانتخابية؟ ونتحدث بأنه هناك اتهامات للفساد بالفساد لعلي بونغو وأيضا أبنائه بشكل واضح، ولربما ملاحقات في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهناك إشارات كثيرة على مدى 56 عام من الحكم في الجابون. ألا يمكن النظر إلى أن ما يحدث يحقق العدالة، وبالتالي من الممكن أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى دعم مثل هذه الحركات؟ هل هذا ممكن؟ هذا غير وارد، لأن سقوط هذه الرؤوس وهذا وهؤلاء في أوروبا يعني سقوط من يوالي أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا. وهذه العقوبات في أوروبا ضد هؤلاء، هذه العقوبات شكلية، نرى هذه العقوبات مثلا ضد إيران أو ضد مسؤولين آخرين في الشرق الأوسط، تستغلها أوروبا للضغط على دول معينة لانتزاع امتيازات معينة وليست حقيقية. أوروبا لا يهمها العدالة بل يهمها مصالحها. ولهذا السبب نرى أن هذه الانقلابات تتمتع بدعم شعبي كبير، لا أقول أغلبية، لكنه الواضح أن هناك دعم شعبي وقاعدة شعبية لهذه الانقلابات، وجزء من الشعب يرى في هذه الانقلابات أمل بارقة أمل للتخلص من الفساد المتجذر في هذه الدول، وسببه فرنسا في البداية. 14 دولة في أفريقيا ليست لديها عملة، والبنك المركزي الفرنسي هو من يقرر السياسات المالية والنقدية ل 14 دولة في أفريقيا، وهي تغرق في الفساد وفي الفقر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، كنت معنا الصحفي والمحلل السياسي محمد المدحجي من لندن، شكرا لك.